طيب نروح لاخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، ومعانا سالا حامد زميلتنا العزيزه جدا موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور عليكي، طبعا سامعينك، اتفضلي. هي سامعاني؟ سالا لو سامعاني صباح الخير طبعا عليكي، احنا سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وطبعا زي ما انت قلت يا نهاوندو يعني حاليا أنا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أقول لكم يعني كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه إلا الرياضية. يمكن خليني طبعا معاكي لما يبقى أخبار يعني لجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي وفريق كرة السلة سيدات تحت قيادة طبعا الكابتن طارق خيري. يمكن امبارح يعني فريق أو ملكات كرة السلة امبارح كان عندهم مباراة مهمة في بطولة الدوري واللي تعتبر طبعا يعني الدور الثاني ومباراة الإياب من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة، وكانت دي يعني في الجولة الـ 12 من المرحلة الترتيبية لجميع الفرق. كانت مع نادي الجزيرة وقدر فيها ملكات كرة السلة ان هم يفوزوا على نادي الجزيرة بنتيجة 77-65، وطبعا دي كانت المباراه اللي اقيمت على صاله الشهداء داخل مقر النادي. يمكن شفنا يعني طوال الفور كوارترز امبارح نهاوند يعني ملكات كره السله ادوا اداء متميز واداء قوي في الفور كوارترز من اول كوارتر لحد اخر كوارتر. كمان الجهاز الفني امبارح يعني تحت قياده الكابتن طارق خيري كان بيشيد يعني بالاداء من جميع اللاعبات اللي شاركوا في مباراه امس، وطبعا تعتبر من المباريات المهمه امام فريق قوي زي فريق الجزيره طبعا في مباراه امس. النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا للمباراه القادمه واللي هتكون ثالث يعني ايام شهر رمضان الكريم، هتكون امام نادي سموحه واللي هتقام في تمام الساعه 9 مساء على صاله النادي الاهلي داخل مقر النادي، طبعا صاله الشهداء. يمكن دي طبعا كانت اخبار فريق كره السله سيدات. كمان فريق كره السله رجال وتحت قياده مستر اجاستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 4 استعدادا للمباريات القادمه. يمكن طبعا ان شاء الله يعني المباراه القادمه هتكون بالنسبه لرجال كره السله هتكون امام نادي المصريه للاتصالات بعد ما احتل يعني رجال كره السله يا نهاوند المركز الثاني في بطوله الدوري برصيد 24 نقطه. هيقابل فيها طبعا المباراه او المباريات الدور الثمانيه المرحله البيست اوف 5 هيقابل فيها صاحب المركز السابع، واللي هيكون نادي المصريه للاتصالات اللي احتل المركز السابع. فان شاء الله يعني اول مباراه في سلسله البيست اوف 5 هتكون يوم الجمعه، ولكن يعني لسه احنا يعني النادي الاهلي او الجهاز الفني لسه منتظر التاكيد على موعد المباراه بالنسبه لي او المباراه لفريق كره السله اللي هو هيكون الجمعه او هيكون السبت، اللي لسه يعني الاتحاد المصري لكره السله ما استقرش على موعد المباراه يعني بشكل كامل. فان شاء الله يعني النادي في انتظار ان شاء الله يعني اول المباراه هتكون يوم الجمعه او السبت يعني ثاني يوم او ثالث يوم من شهر رمضان. طبعا يعني لو المباراه كانت يوم السبت او يوم الجمعه ثاني يوم على طول هتكون الثاني مباراه، وثالث مباراه ورابع مباراه هتكون يوم 29 ويوم 30. ويمكن المباريات دي هتكون يعني اول مباريتين على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وثاني مباريتين هيكونوا على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، ودي الصالة الخاصة بفريق المصرية للاتصالات. ده بالنسبة لفريق كرة السلة. كمان سيدات يعني الكرة الطايرة النهاردة إن شاء الله هيوصل تدريباته بشكل طبيعي الساعة 5:30 على صالة الشهداء داخل مقر النادي، ويعني طبعا بعد ما فازوا على نادي الزهور في بطولة الدوري والتأهل للسيمي فاينل من البطولة، إن شاء الله سيدات يعني كرة الطايرة عندهم في مباراة النصف النهائي من بطولة الدوري هيواجهوا فيها نادي سبورتنج، وطبعا بعد الفوز على نادي هليوبلس في مباراة الدور الثمانية من بطولة كأس مصر إن شاء الله برضو نهاوند هي قابله نادي وادي دجله، وده هيكون في النصف النهائي من بطوله كاس مصر. ولكن لسه يعني بالنسبه لي موعد المباراتين لم يتم التحديد يعني الموعد الاخير بالنسبه لي مباراتين من ايضا من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره. فان شاء الله يعني الفتره القادمه الاتحاد المصري هيبعت يعني طبعا خطاب للنادي الاهلي وياكد فيه موعد يعني سواء لمباراه يعني بطوله الكاس او مباراه السيمي فاينل من بطوله الدوري. كمان رجال الكره الطايره يعني خلاص برضو الاتحاد المصري بعت الخطاب للنادي الاهلي واكد فيه موعد المباراه القادمه ان شاء الله بالنسبه للماسترز. ان شاء الله يعني الماسترز او فريق كره الطايره تحت قياده الكابتن ميدو مصلحه عندهم المباراه القادمه هتكون امام نادي سموحه، ودي هتكون يعني ثالث ايام رمضان يوم السبت ويوم الاحد، ودي هتقام بنظام ذا بيست اوف 3
طبعا مطالب يعني فريق النادي الاهلي ان هو يفوز بمباراتين من اصل 3 مباريات عشان يضمن التاهل لمباراه الفاينل او مباراه النهائي من بطوله الدوري. فان شاء الله اول مباراه امام نادي سموحه هتكون في تمام الساعه 9 مساء، ودي على صاله حسن مصطفى في مدينه 6 اكتوبر. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك انا هوندو انه رجال كره اليد النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان عندهم المباراه اللي جايه هتكون في الدور الثاني ودور الاياب امام نادي الزمالك، واللي هتقام على صاله حسن مصطفى. وكمان سيدات كره اليد عندهم مباراه يوم الجمعه يعني او ثاني ايام رمضان هتكون امام نادي سموحه، والنهارده برده هيواصلوا التدريبات واستعداداتهم بشكل طبيعي للمباراه القادمه. كمان الاتحاد المصري لكره اليد طبعا بالنسبه لفريق 2004 يعني خلاص استقروا على الجدول النهائي للمرحله الاخيره، وطبعا دي اللي هتكون من ضمن منافسات بطوله الدوري بالنسبه لفريق 2004 كره اليد. يمكن طبعا اول مباراه ان شاء الله هتكون امام نادي سموحه، وهتكون يوم 15 او 10 عفوا ابريل، يوم 11 ابريل هتكون امام نادي الاولمبي، ويوم 12 هيكون امام نادي طلائع الجيش، يوم 15 امام نادي سبورتنج، ويوم 16 هتكون امام نادي الزمالك. يمكن دي طبعا كل المباريات في المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري. جميع المباريات هتقام يعني على صالات مختلفة، أو معظم الصالات هتكون بره صالة النادي الأهلي، وكلهم هيقاموا في تمام الساعة 9 مساء. يمكن دي طبعا يا هوانت كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا أنا معاكي لو في أي سؤال، والآن نعود مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا هوانت، تفضلي. لا يا سلا، يعني كالعادة تغطية رائعة جدا منك وكافية، شكرا ليكي، وكل سنة وطنط مامتك طبعا بخير مرة تانية، وكل سنة وكل أمهاتنا يا رب بخير بمناسبة عيد الأم.